الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. في الدرس السابق ختمنا سورة الضحى، الضحى والليل إذا سجى، واليوم ننتقل للسورة التي قبلها حسب ترتيب المصحف، وهي سورة الليل اللي قرأناها في صلاة العشاء. سورة الليل من السور العظيمة جدا، وكل سور القرآن عظيمة. كل سورة في القرآن إلها معنى خاص فيها، إلها قصة خاص فيها، إلها زي ما تقول مثل الحديقة محاطة بسور، كل حديقة إلها ما يميزها. سورة البقرة لها معاني تميزها، ترتكز عليها سورة البقرة، ما يعني هذه المعاني غير موجودة فيه بشكل مركز في سورة أخرى. نفس الشيء في السور القصيرة هاي اللي إحنا ننظر إليها على إنها سور قصيرة، ولكن فيها من المعاني والمركز عليها ما لو تمعنا به تمعنا وتفكرنا به جيدا لنصلح حالنا. هذه السورة، سورة الليل، فيها دفعة. كل إنسان على وشك أنه ينهار، هذه السورة بتيجي تدفعه. إذا بتتفكر فيها صح، هذه السورة بس بتخليك تعمل، تقول لك يلا أنت هسه جاهز، ابدأ اشتغل. خاصة أنه هذه السورة وين تنزلت؟ في قمة الاستضعاف. شوف ترتيبها حسب المصحف، قبلها سورة الشمس وبعدها سورة الضحى. الشمس، شمس الله عز وجل خلق مخلوقات مضيئة، ما خلقش مخلوقات مظلمة، خلق مخلوق يضيء، والظلام يتحقق متى؟ لما يروح الضوء. فالله عز وجل خلق الشمس والقمر آيتين، كانتا مضيئتين حسب الناس، انخربط في التشكيل. الشمس والقمر كانت تضيء بنفس قوة الضوء. فالله عز وجل شو قال؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وهذا مثبت علميا في الأبحاث آخر 50 سنة، إنه كان اكتشفوا إنه القمر كان في يوم من الأيام مثل الشمس، مشتعل ومضيء. فالله عز وجل محى اشتعاله وجعله نور منعكس عن ضوء الشمس، فصار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. متى يحل الظلام؟ لما هاي آية النهار اللي هي الشمس تغيب، فإذا غابت الشمس حل النهار. ولهذا الحق هو شيء مضيء، هو النور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا على رسوله. القرآن نور، أو من كان ميتا فجعلنا فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقرآن هو النور، هو الضياء. متى يأتي الظلام؟ لما تروح النور، ينخسف النور أو تذهب الشمس، بروح النهار. ولكن إذا رجعت الشمس ماذا سيحصل؟ ينقشع النهار. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سورة الشمس مضيئة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، أظهر الشمس. هذه سورة الشمس، أقسم الله عز وجل بذلك على النفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم يأتي الليل والظلام. سورة الليل أجت بعد سورة الشمس، والليل إذا يغشى. فكأنه بتصير في بعض الأمور أنه تكون الشمس مضيئة ثم يحل الليل، ثم لا يلبث أن تعود الشمس مضيئة أخرى، فجاءت سورة الضحى بعد سورة الليل والضحى والليل إذا سجى. اللي بنظر للقرآن بهاي النظرة، بتمعن بالروابط ما بين الصور، يعيش مع القرآن. أربط، خاصة إذا كان الحديث يدور حول معاني القرآن. كل القرآن وكل سور القرآن تدور حول هذا المعنى، إنه الحق الذي نزل هو القرآن. وأكثر الناس للأسف الشديد معرضون عن القرآن الكريم، بنحاول نأخذ أي أفكار أي إصلاحات أي شيء من غير القرآن، ولو أعطينا القرآن حقه لما احتجنا إلى ما سواه. إذن فسورة الليل سورة مكية نزلت في قمة الاستضعاف، في قمة الظلام، في قمة الليل. والليل إذا يغشى غطى. أنت مرات تيجي على فترة الإسلام لحظات بتقول ما في أسوأ من هالفترة اللي احنا عايشين فيها، وبدي أبشركم في أسوأ من هذه الفترة. يعني للأسف هذه الجملة إذا أقولها خارج عن نطاق الدرس لابد أن نقولها. إذا ما لحقناش حالنا رح يجي علينا زمان، يعني اليوم في زمن الإلحاد، زمن الإلحاد الفكري، يقول لك أنا مفكر، أنا مش مؤمن بوجود الله. رح يجي عندنا فترة اللي هي بسموها فترة الإلحاد اللامبالي. يعني تيجي تقول له أنت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله؟ يقول لك أنا مالي، شو فاركة معي؟
تيجي بتقول له بس الدين والحق شو بدي فيه؟ لا مبالي. تيجي بتقول له طب تعال اقنعك، انا ما بديش، انا المهم اني اعيش حياتي. هذا الالحاد اللا مبالي اسوأ انواع الالحاد، اذا صابنا بنروح فيها. فلهذا السبب لابد من السعي والعمل، ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى. هذه الفترة هي فترة البذل والعطاء مشان ننقذ الوضع. فلهذا السبب والليل غطى الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. عبر بلفظ الاستغشاء، شو يعني إذا يغشى؟ إذا غطى، إنه الليل يغطي. كذلك الكافر سمي كافرا، كفر الشيء يعني غطاه. الكافر سمي كافرا لأنه يغطي الحق اللي هو كان بيعرف إنه حق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الكفار يعلمون أن الحق حق وأن الدين هو الحق، ولكن يجحدون بذلك، بيحاولوا يغطوا على الفطرة، بيحاولوا يغطوا على الدين، يغطوا على الحقيقة. فلهذا سموا كفارا. الكافر هو الذي يغطي الحقيقة، مش بأنه يقول لك مش موجودة، لا، عارف أنها موجودة وأنه هو حق، ولكن يغطيه وبيحاول يستعمل زخرف القول عشان يغطي الباطل تبعه. ولهذا برضو في اللغة العربية الله عز وجل يسمي الزراع المزارعون الكفار، يعجب الكفار نباته، لأنه المزارع سمي في اللغة العربية كافر لأنه بغطي البذر داخل التراب. وشوفوا في سورة الشمس اللي هي قبل سورة الليل، شو قال الله عز وجل عن الذي يزكي نفسه؟ قد أفلح من زكاها وطهرها ونقاها وقد خاب من دساها. دس كأنه يدس نفسه في التراب، بغطيها، بيعطيهاش حقها، بخليهاش تظهر، ولا تظهر إلا بالوحي والقرآن والتزكية. فلهذا إذا الليل إذا يغشى إذا غطى، يعني إذا جاءت سحابة الظلم والقهر على المسلمين وغطت عليكم، اعلموا أنه بعد هذا الليل ماذا؟ سيأتي النهار ويتجلى، والنهار إذا تجلى، أي أن الليل مهما طال واشتد، اشتدت البلاء واشتد الظلمة واشتد اعتداء الكفار على المسلمين واشتدت غربة الإسلام، لابد للحق أن يظهر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل يزهق يذوب. ولهذا في آخر الزمان لما يأتي الدجال اللي هي أعظم فتنة، ويظهر بهيبته ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويفتن به الناس ويقول وهذا هو الإله، أول ما يشوف عيسى بن مريم يذوب. كذلك الحق والباطل، أول ما الباطل يشوف الحق يذوب، أول ما الشمس تطلع يذوب الليل. هذا هو حال الحق مع الباطل، ولا بد لصراع الحق والباطل أن يستمر إلى قيام الساعة. ولكن أنا بنأخذ معلومة لغوية جميلة، لماذا الله عز وجل قال والليل إذا يغشى فعل مضارع يغشى والنهار إذا تجلى في الماضي؟ ليش استعمل المضارع مع الليل واستعمل الماضي مع النهار؟ لعدة أسباب. فعل المضارع من مميزاته إنه يدل على استمرارية الفعل هذا المذكور وطوله وثبوته، يعني بيعطي استمرارية وثبوت. ولهذا عبر عن الليل إذا يغشى وكأنه الليل لهدوئه وقلة المشاغل اللي فيه إحنا بنشعر إنه طويل، أو إنه فعلا طويل، الليل يطول، والنهار كثرة المشاغل اللي فيه بتخليك ما تشعرش فيه، ما بتصحى الصبح بتروح على الشغل بتظبط حالك بترجع الدار اللي هي الدنيا معتمة، لأنك مشغول تشعرش بوقت النهار. فلهذا استعمل المضارع اللي هو فيه طول مع الليل، والماضي اللي هو فيه قصر مع النهار. من الأمور الأخرى إنه زمن البلاء، من شدة البلاء على المسلمين قد تشعر إنه الزمن يطول، وإنه طال زمن الظلم. بعض الناس بيقول يا ويلي هسه اهل سوريا في الحال اللي هم فيه، يا رب لهسه احنا في تحت احتلال، ويا رب احنا وكذا وكذا. زمن البلاء مهما طال انت بتشعر انه طويل، لانك انت شاعر بالالم والعذاب اللي بتلاقيه، فانت شاعر في طوله. فالله عز وجل عبر عنه بصيغه المضارع اللي هو فيه الطول. اما النهار فالله عز وجل يقولنا انه النهار اذا تجلى، لانه النهار بيجي بسرعه فبنشعرش فيه. هناك معنى ثالث، استخدم فعل المضارع مع الليل كأنه والليل إذا يغشى الآن. فإذا الليل يغشى الآن فالحال طبعتنا قبل ما يغشى الليل شو هو؟ نهار. فالحال الأصلية هي مالها؟ النهار. الليل هو عبارة عن حادثة تأتي ثم يذهب الليل ويأتي النهار. فالنهار تجلى في الماضي، لا زال النهار مضيا، لا يزال الحق
كان ولا يزال متجليا حتى لو جاءت عليه فترات فترات الليل، ثم يذهب الليل وينقشع. وما خلق الذكر والأنثى، كل هذه أقسام. الله عز وجل يقسم بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى كلها أقسام بمتضادات، أي كما أن هناك متضادات مثل الليل والنهار، هناك متضادات بين الذكر والأنثى، يعني معاني متعاكسة ومتضادة. العلماء قالوا ليش الله عز وجل أقسم بالذكر والأنثى بعد الليل والنهار؟ لأنه في عدة تشابهات بين الذكر والأنثى وبين الليل والنهار. أولا لأنه الليل فيه السكينة والهدوء والطمأنينة والأنس، وكذلك المرأة، وأنه أيضا أنه الله عز وجل سمى الليل لباسا، جعلنا الليل لباسا، فكذلك المرأة فيها الاحتشام والسكون وليسكن إليها الزوج، فالليل كأنها شبيهة بالأنثى. والنهار كثرة الحركة والقوة والشغل كذا، خاصة في الرجل. هذا أول نوع. الأمر الآخر هم شو بيقولوا العلماء، تنوع بين الليل والنهار، هل هو تنوع يعني بيعطينا معنى سلبي ولا بيعطي معنى إيجابي؟ هو تنوع بسموه تنوع تكاملي، أي أنه الليل يكمل النهار والنهار يكمل الليل، فكذلك الذكر والأنثى يكمل بعضهم بعضا. وكما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالحال بين الرجل والمرأة هي حال تكاملي. تقدر تقرأ التقارير عن أهل القطب الشمالي كدش بيعانوا من قصة إنه عندهم الشمس 6 أشهر والليل 6 أشهر، لأنهم قاعدين في منطقة العليا من الكرة الأرضية، ففي لهم 6 أشهر بتيجي عليها الشمس و6 أشهر عتمة. بيشعروا بحالات نفسية صعبة جدا، كثير من حالات الاكتئاب، كثير من ضيق النائل وقلة فيتامين إي يعني الدي اللي بياخذوها من الشمس. فكل هاي الأمور تترتب على إنه إذا ما تتابعش الليل والنهار في وتيرة منتظمة جدا بصير في خلل. فلهذا السبب لابد من وجود الليل والنهار. وإذا بدنا نقعد نغلب الليل على النهار ولا النهار أحسن والليل أحسن كذا نصلحش. كذلك اللي بيحاولوا اليوم يعملوه الذكر أحسن والرجال أحسن من النساء، واللي بيقول لك النسوية حركات النسوية النسوان أحسن من الرجال وبدنا نهدم المجتمع الذكوري، كل هاي الأمور دعاوى فارغة. علاقة الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية مثل علاقة الليل والنهار. ولكن كما أن الله عز وجل خلق الليل والنهار والذكر والأنثى، خلق هذا التنوع كأنه تنوع قصر الله عز وجل، خلقه وأجبر الناس عليه. يعني أنت بتقدرش تتحكم هسه بالشمس والليل، خلاص في شمس في نهار في ليل في كذا، بتقدرش تلعب في الموضوع، في ذكر في أنثى بتقدرش تلعب في الموضوع. ولكن الله عز وجل في جواب القسم ماذا قال؟ إن سعيكم لشتى. مثل ما في اختلاف ليل ونهار ذكر وأنثى، أيضا مساعي الناس لشتى متفرقة تجي. بس شو هالفرق؟ إنه هان بإيدك تصلحه، غاد فيش بإيدك تعمل فيه شيء. يعني الليل والنهار تقدرش تلعب فيه، بس مساعي الناس أنت بإيدك يتغيروا. إن سعيكم لشتى قال لك فأما من أعطى واتقى وأما من كذب من بخل واستغنى. أعطى واتقى وبخل واستغنى، كأنه في بس طريقين. ولكن هذا الاختلاف الواجب علينا ماذا نعمل فيه؟ نصلحه ونحاول إنه نجمع الناس على الحق. شوفوا لما الله عز وجل عبر عن الليل إذا يغشى يعني غطى، ولكن لما عبر عن النهار شو قال؟ تجلى. والتجلي هو الظهور والبروز مع هيبة. تخيل أنت لما تبقى قاعد على الفجر شوف الشمس وهي طالعة، منظر مهيب جدا. فالحق كذلك يظهر ويتجلى الحق. ولهذا نستعمل كلمة التجلية والإجلال مع الله عز وجل، بيقول عز وجل أو جل جلاله، أي على وقدر على قدره وعظمة هيبته الله عز وجل. فكذلك إذا النهر إذا تجلى أي إذا سطع وأصبح له هيبة. وما خلق الذكر والأنثى، شو يعني وما خلق الذكر والأنثى؟ الله عز وجل يقسم بخلق الذكر والأنثى. الماء هان إما أنها تكون ما موصلية فيكون القسم لله، أي والذي خلق الذكر والأنثى، زي والأرض وما طحاها، أي والذي طحاها، كأن الله عز وجل يقسم بنفسه. أو يكون تكون الماء بسموها باللغة العربية ما مصدرية، يعني اللي ما بعدها يكون مصدر، أي وخلق الذكر والأنثى. الله عز وجل يقسم بخلق الذكر والأنثى. جواب القسم إن سعيكم لشتى. طيب ممكن إنسان يتساءل، هذا نختم في الدرس بس مهم جدا، الله عز وجل خلق الاختلاف بين البشر ومساعي البشر، ومنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب بما أنه الله عز وجل خلق الاختلاف هذا،
نقدرش مثلا نقول ان الله يلا هو ربنا خلق الاختلاف، فخلينا معناته نعيش بهالاختلاف عادي، ولا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر ولا ندعو للإسلام ولا بنقول هذا السؤال شبيه بسؤال انه ربنا خلق ابليس، اذا بما انه خلق ابليس معناته تعتن صاحب ابليس ونعيش حياة حلوة بيننا وبينه. هذا قائل هذا الكلام عنده خلط بين مشيئة الله عز وجل الكونية في الأمور اللي خلقها في الكون، وبين مشيئته الشرعية اللي هي الدين اللي قال لك اعمل ولا تعمل، افعل ولا تفعل. فوجود إبليس هذه مشيئة كونية، أوجد إبليس لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. في دروس سابقة ذكرنا بعض الحكم من وجود إبليس، قد نعلمها وقد لا نعلمها. ولكن هل إحنا إذا ربنا عز وجل خلق إبليس معناته نصاحبه؟ لا، أعطانا مشيئة شرعية اللي بتقول لك واتخذوه عدوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وإنه ابعدوا عن طريق الشيطان طريق إبليس وطريق الشياطين وتجنبوها. هاي الحالة اللي لازم، هذه الشرعية، هاي المشيئة الله الشرعية الأولى، وجود إبليس كوني، الله شاء كونا أن يكون إبليس موجود، ولكن شرعا شو لازم نعمل معه؟ اتخذوه عدوا. فكذلك الله عز وجل أنشأ الاختلاف بين المؤمنين والكفار، ولكن شرعا شو لازم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله. فالجهاد جهاد الباطل بالحجة والعلم والبيان والسنان واليد والسنان، تجاهد الباطل بقدر ما تستطيع. هذا لا يعني أنه نقعد ونهدى يلا تعالوا نعمل تقارب الأديان والديان الإبراهيمية ونعرف إيش هذه الأمور اللي يوم قاعدين بروجوا لها دعاة الدجال هذول، إنهم بدهم يجمعوا ما بين الحق والباطل، يقول لك الله لازم نوحد الصفوف. هذا خطأ، الله عز وجل حسم لك الأمر، إن سعيكم لشتى والمؤمن ليس كالكافر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني في الحياة أو في الممات لا يستوي، إما مؤمن على الحق له الجنة أو كافر على الباطل فله النار، لا يجوز الخلط بين الأمرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. سلام.